ان كاين 305 الاف مسجل جديد، فان الكتله الانتخابيه قد اصبحت اقل من التي كانت عليه قبل هذه المراجعه، اذ نسجل بانها كانت 23 مليون و 609 الاف و 561 قبل المراجعه. بعد المراجعه نسجل بانها اصبحت 23 مليون و 186,049، معناتها نقصت، ونقصت بعدد كبير. السبب لي راديياسيون، لا التشطيبات، التشطيبات على بالك فيهم ربع اسباب، ولكن السبب الاهم هما الشيء اللي كان يعاني منه النظام الانتخابي منذ الاستقلال، فكره لي دوبلون في الفيشي الالكتورال، ناس مسجلين مرتين ولا ثلاث مرات ولا كذا ولا هنا. لا لا لا، الفرق صبحت عدد التشطيبات اللي هما تقريب 75% متعلقين بلي دوبلون.